مساء الخير للجميع. أنا ببرلين بس برا، بس أنا معكم جوا دائما. أنا دائما بحكي غزة هي أحلى مدينة في فلسطين، والشعب دائما بحكي للشعب اللي شفته بغزة هو أطيب شعب شفته في فلسطين. فبتمنى أكون معكم. أنا كنت بغزة شي يمكن 50 مرة، وكتير مشتاق كتير مشتاق. فديك السنة قبل أو سنتين لما بدأت مسيرة العودة الكبرى، شفت الصور على التلفزيون وكانت إلي صعقة بصرية، يعني ما واحد ما بيصدق اللي بشوفه. فما قدرت إلا أعمل عمل شبه سوريالي على الموضوع اللي خلي الناس تطلع تحس اللي تحس اللي بطلت تحس فيه. فجمعت 1000 صورة من 5 مصورين معروفين بغزة، واللي طلع معي مش عالم، طلع معي عوالم، ودمجتهم بصور من الفضاء المفتوح لأقارنه مع الفضاء المحصور بغزة. فطلع معنا عمل ولا إله بداية ولا إله نهاية، زي قصة فلسطين. والسنة حبيت أشارك بكمان عمل اللي هو اسمه قصة قصيرة. هدول الإيدين لما أنا عملتهم وقتها كانوا حاولت أفرج العالم إيش معناته واحد يعيش بأرض المنفى. فالإيدين زي ما انتم شايفين زي كأنهم مكسرين، مطعوجين، محروقين، في ألم كتير. فبس أنا بشوف إنه قصة هالإيدين هدول قصة كل إنسان على كوكب الأرض، يعني أي واحد بيقدر يطلع على هذا الفيلم ويشعر بالحياة. وهذا اللي إحنا بفلسطين الكل بيشعر بالحياة. أنا دائما بحكي إنه إحنا صراعنا هو صراع للحياة مش صراع للموت. فهذه فالمهم حكى لي برضه محمد حارب، حابين تكرموني. اول شيء شكرا كثير، انا اول مره بتكرم على شيء، بس لازم التكريم هذا يرجع لكم، يرجع لكل انسان عايش على الارض الصعبه. ف شكرا، و يعني ما بقدر اقول لكم اللي اني بس اني كل اللي بقدر اعمله اني اضلني اعمل فن بحكي عن الحياه. وهذا أهم شيء، لأنه وصلنا لمرحلة الفن بطل يحكي عن الحياة. من هون حابب أطلق مشروع جديد اسمه صوت القدس. صوت القدس بفترة ضروري جدا إنه يطلع فيه هيك مشروع، هلا بتشوفوه كمان شوي. وصوت القدس هو صوت لغزة، وغزة صوتها بالقدس، وصوت القدس هو صوت كل العالم. فاللي عملته دمجت صور صورتها بالقدس، بخط القدس، من عمقها، من النص تبعها وكل حواليها. وزي ما انتوا بتشوفوا اللي بيطلع عماله اشي بتفجر، اشي بيخلي العين تطلع وتشوف الضجيج البصري اللي محيط بالقدس، التلوث البصري المحيط بالقدس. بس بنفس الوقت زي ما انتم شايفين الصور فيها طاقة، فيها ضوء، وهذا الضوء دائما كان موجود بالقدس وراح يضل موجود. وكيف نقدر نطلع فيها؟ يعني ال7 عمال اللي راح تشوفوهم هلا يمكن بيطلعوا في شي 30 متر، كل واحد شي 3 متر، وراح كاني وراح ضلني اشتغل على العمل هذا. انا بسميهم نوتات موسيقية، كل واحدة زي ما تشوفوها هلا هي زي نوتة موسيقية. لما تحطهم كلهم جنب بعض راح يطلع معنا خط زي كأنه فيه صوت، وهذا الصوت راح يتحول لصوت موسيقي. راح أشتغل بالمستقبل مع موسيقيين ويطلعوا لي نغمة أو صوت القدس. أوكي، لما يكون عندنا شيء 20 أو 15 20 نوتة هذا اللي راح أعمله، وراح أسميها صوت القدس سيمفونية لفلسطين. سيمفونية لفلسطين. وطبعا انا زي ما بشوفه انه صوت القدس برضه ولا له بدايه ولا له نهايه. طب من هون بحب انهي كمان مره. شكرا لكم كتير، وبتمنى لكم كل خير، ونراكم قريبا بعمل فني جديد.